أهلا بكم في هذا المساء. أربعة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها. وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن سياسة واشنطن إزاء طهران تزيد من التوتر في المنطقة وتخدم المتشددين في إيران. وقائد أركان الجيش الإيراني يقول أن بلاده لن تطلب إذنا من أي دولة لتطوير قدراتها. في أعقاب النقاش الروسي الإيراني بشأن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، دمشق تؤكد أن بقاء أو انسحاب أي من القوات الحليفة هو أمر يخص دمشق. الكنيسة الإسرائيلي يطالب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل بأن تعترف بلاده بالقرار الإسرائيلي بتطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة جولان. الكنيسة الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على سلسلة تشريعات تجرم تركيا وتحملها مجازر ارتكبت ضد الشعب الأرمني خلال الحرب العالمية الأولى. أهلا بكم. قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن أسلوب الولايات المتحدة المتبع مع إيران يعمل على توتير المنطقة أكثر فأكثر ولا يطرح حلولا بديلة تضمن السلام الإقليمي، مؤكدة دعمها للاتفاق النووي الموقع مع إيران. كما وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيعزز موقف المتشددين في إيران. وفي المقابل رفض رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقر اليوم مطالب الولايات المتحدة من طهران بتحجيم نفوذها في المنطقة، قائلا إن بلاده لن تطلب إذنا من أي دولة لتطوير قدراتها الدفاعية. شتان ما بين القطبين المرتكزين على نقطة واحدة، العبث بأمن المنطقة. البدائل التي تطرحها وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران تثير حافظة المجتمع الأوروبي حتى اللحظة، حيث صرحت الخارجية الفرنسية أن نهج الولايات المتحدة المتبع مع إيران يوتر المنطقة أكثر ولا يطرح حلولاً بديلة تضمن السلام في الإقليم، مؤكدة دعمها للاتفاق النووي الموقع مع إيران في أعقاب انسحاب واشنطن منه، التي طالبت بفرض 12 شرطاً على طهران لقاء التوصل إلى اتفاق جديد. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صرح أن المطالب الأمريكية وعلى رأسها الانسحاب من سوريا لن تسهل الحوار مع الحكومة الإيرانية الحالية، وإنما ستدعم خطاب المتشددين الإيرانيين، ما قد يضعف بدوره قدرة الرئيس الإيراني حسن روحاني على التفاوض. تصريحات السيد بومبيو لا أساس لها من الصحة وتخلو من أي منطق ولا تستحق حتى الرد عليها. كل ما أريد قوله وتكراره مرة أخرى هو أن بومبيو وغيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية ليسوا فقط سجناء لأفكارهم التي لا أساس لها من الصحة والأوهام القديمة، لكنهم أيضا أسرى جماعات الضغط الفاسدة. وما قد يؤكد صحة المخاوف الفرنسية رفض رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري مطالب الولايات المتحدة بتقليص نفوذها في المنطقة، قائلاً إن بلاده لن تستأذن أي دولة فيما يتعلق بقدراتها الدفاعية على حد تعبيره. عقوبات مالية تفرضها الولايات المتحدة على طهران عرضة لأن تطال الشركات الأوروبية أيضاً، وتترك الجهات الثلاث في صراع هيمنة. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور البرد بارد الخبير في الشان الايراني، مرحبا بك. وسيد اليف صباح خبير في الشان الشرق الاوسط، مرحبا بك سيد اليف. ابدا معك دكتور الداد. قبل ان نذهب الى المواقف الايرانيه، استمعنا الى باقري محمد جواد ظريف، وايضا قبل قليل كان تصريح لخامنئي بذات النهج وبذات الاسلوب. لكن فرنسا تقول امر لافت بان هذه المطالب الامريكيه او النهج الامريكي ازاء ايران قد يزيد من قوة أو من شعبية المتشددين في إيران، إلى أي مدى هناك صحة بهذا الادعاء؟ أولا علينا نأخذ بنظر الاعتبار بأنه في أوروبا الحليف الأقرب للولايات المتحدة هو فرنسا، فنحن رأينا لعبة جديدة منذ إعلان الرئيس ترامب الانسحاب من الصفقة النووية. في أيام الرئيس أوباما كانت الولايات المتحدة تفاوض مباشرة مع إيران، وكان الدور نتنياهو والسعودية، إسرائيل والسعودية
القيام ب ب ب بالتحذير بواسطة النفير أو البوق والقول بأن هذا لا يمكن، وعلينا أن نجد صفقة أحسن. اليوم الأوضاع تغيرت، الولايات المتحدة تعلن أنها خارج نطاق التفاوض، فهذا يعني أنها عاتت الدول الأوروبية حق الأولوية في التفاوض مع إيران، وهي نفسها تأخذ الدور السعودي والإسرائيلي بأنها تقول عليكم أن تحصلوا على ذلك وعلى ذلك وعلى ذلك وعلى ذلك. فطبيعة الأمر الدور الأوروبي هو اتخاذ الموقف الإيراني بأنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار المصالح الإيرانية، الحلبة الداخلية وما شابه. حقيقة الأمر أنه خلافا لما قاله الرئيس الفرنسي وخلافا لما قاله السواد الأعظم من المراقبين، فإن مكانت المعتدلين وفي طليعتهم روحاني تعززت كثيرا، لأنه قد حذر مرارا وتكرارا من مغبة التورط في دول الشرق الأوسط، في مغبة الاستفزاز، من مغبة بناء الصواريخ، من مغبة كل ذلك، وهكذا اتضح أنه كان على حق. نعم سيد أليف، أذهب بك بعض الشيء إلى الشق الإيراني. وهناك تصريحات متتالية إيرانية كل ساعتين أو ثلاثة منذ أيام بعد المطالب الأمريكية التي وضعها بومبيو، ما قد يشير كما يرى المراقبون إلى نوع من القلق الإيراني مما يجري من الخطوات الأمريكية. لكن أريد أن أذهب بك إلى الموقف الأوروبي بعض الشيء. وأوروبا ما زالت متمسكة بموقفها، ما زالت متمسكة بالاتفاق النووي حتى بعد قرار الانسحاب وحتى بعد قضايا المطالب الأمريكية التي تبدو إعجازية أمام إيران. لكن وكأن إيران في نهاية المطاف نجحت بزرع خلاف أو توتر حقيقي بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. كيف تقرأ الموقف الأوروبي؟ يعني في حقيقة الأمر إيران لم تبادر إلى دق السفين بين أوروبا وأمريكا، وإنما الموقف الأمريكي هو الذي أحرج أوروبا وأضر بالمصالح الأوروبية، وبالتالي انتهزت إيران هذه الفرصة وقالت نحن في كل الحالات لا نريد العودة إلى البرنامج النووي كسلاح نووي بمعنى إنتاج قنبلة نووية، وبالتالي نحن مستعدون أن نستمر مع الأوروبيين في نفس الاتفاق إذا ما يعني وفى الأوروبيون بوعودهم وبالاتفاق ولم يخرقوا الاتفاق أيضا. السؤال بطرح نفسه، هل يستطيع الأوروبيون أن يقفوا ضد الأوامر الأمريكية التي اعتادت الأمريكيون أن يوجهوها إلى إيران إلى أوروبا؟ هل مصالحهم الاقتصادية يمكن أن تتضرر إذا ما استمروا في تنفيذ الاتفاق مع إيران؟ أنا باعتقادي أن مصالحهم ستتضرر، وبالتالي يمكن أن يتراجعوا عن هذا الاتفاق أو يبحثوا عن بديل. يبقى السؤال الآخر، هل إيران ستقبل بأن لا يفي الأوروبيون ببعض بنود الاتفاق أو بالاتفاق بشكل عام؟ أنا لا أعتقد أن إيران ستقبل بذلك، ولا أعتقد أن الأوروبيين يستطيعون مواجهة الضغط الأمريكي. ربما إذا استطاع الأوروبيون مواجهة الضغط الأمريكي سيكون هناك تحول في كل منظومة الاقتصاد الدولي، وأنا لا أرى هذا يعني في الوقت الحاضر. ربما يبحث الأوروبيون عن وسائل أخرى، عن إنتاج شركات أخرى غير مرتبطة بأمريكا، أو بدعم الدولة للشركات التي يمكن أن تتضرر من الضغط الأمريكي. قد يحدث هذا، ولكن ليست الدول الأوروبية التي ستدعم، وإنما كل أوروبا هي التي ستدعم. وهذا الأمر يعني لا أحد يعرف بالضبط كيف سيتطور. نحن ما زلنا في فترة الانتظار، فترة التحول، هل سيتم تحول أو لا يتم تحول، هل سيتم مواجهة الضغط الأمريكي أم لا. يبدو أن أمريكا ذاهبة في خرق، ليس فقط في خرق الاتفاق، وإنما في توتير الأجواء في الشرق الأوسط. في نهاية الأمر من سيدفع الثمن لأي حرب ساخنة في الشرق الأوسط هي دول الخليج،
أمريكا لن تدفع الثمن، إسرائيل لن تدفع الثمن الحرب إذا ما كانت لا سمح الله ستكون بين القوات الأمريكية والإيرانية على الأرض الخليجية. نعم. والخليج ستدفع ثمنها ليس فقط ماديا، وقد يكون هذا وجوديا. نعم، ابقى مع سيد أليف. دكتور، استمر لما قاله سيد أليف بما يتعلق بالمواقف الأوروبية. لو تماشت أوروبا في نهاية المطاف مع الموقف الأمريكي وانسحاب كامل من الاتفاق النووي، إلى أي خطوات قد تذهب إيران بهذا الشأن؟ إيران بحاجة إلى التغيير. نحن رأينا التحول في الموقف الإيراني لا سيما بعد اكتشافات نتنياهو التي أتاح الفرصة أمام الشعب الإيراني بالقراءة باللغة الفارسية كل الوثائق التي تثبت أن حكومته كذبت أكداس مكدسة من الأكاذيب خلال 15-20 سنة. مليارات من الدولارات ذهبت هباء منثورا. يتحدثون في إيران مثلا في ما يتعلق بفوردو، هناك جبل وتحت الجبل كيلومترات من الملاجئ لوضع الأدوات النووية في داخلها، ويقولون أنتم وعدتم بأن هذه المليارات من الدولارات قد تم استخدامها من أجل التقدم الصناعي، والآن نعلم أنكم كذبتم، كان هذا من أجل تصدير الثورة. وأين المليارات التي ذهبت إلى حزب الله؟ وأين المليارات التي ذهبت إلى سوريا؟ وأين المليارات التي ذهبت إلى الحوثيين وإلى المغرب وكل ذلك؟ فلهذا الأمر إيران بحاجة إلى تغيير، إلى منعطف. وإذا دققنا النظر إلى المتطلبات إلى الأمريكية الاثني عشرة، فنرى أنه ليس هناك أي شيء يضر بالشعب الإيراني، كلها متعلقة بالأسلحة من جهة وبين التدخل في أمور دول أخرى، ولكن فيما يتعلق بالشعب الإيراني، بالاقتصاد الإيراني، بالعلم الإيراني، بالحضارة الإيرانية، وأيضا في النظام الإيراني ليست هناك أي كلمة، خلافا لما يقول الكثيرون. لا أرى أن الولايات المتحدة تريد فعلا تغيير النظام في إيران، هي تريد تغيير السياسة الإيرانية. نعم، بهذه النقطة سيد أليف، هل برأيك استنادا لما قاله السيد دكتور إلداد، هل هذه المطالب الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إزاء إيران أبرز أهدافها هو إسقاط النظام الإيراني؟ ليس بالضرورة إسقاط النظام، ولكن المواقف الأمريكية لا تقرأ حرفيا، يقرأ فيما بين السطور ويقرأ ما لم يكتب، وهذا هو الأهم. المواقف الأمريكية أو المطالب الاثني عشر الأمريكية تعيد إيران إلى دولة متخلفة اقتصاديا وعلميا، والتطوير النووي في أي دولة كانت هو تطوير علوم بالأساس، هو تطوير العلوم، ومع هذه العلوم النووية يتطور الصناعة وتطور كل الصناعات الأخرى، ويتطور أيضا علوم أخرى ليس فقط نووية. أنا باعتقادي أنه الشروط الأمريكية هي نوع من الحرب الباردة التي تسبق الحرب الساخنة. هذه الشروط هي ما وضعت أمام العراق في العام 1993، وهي شروط لا تقبلها أي دولة تحترم نفسها. وأعتقد أن الشعب الإيراني بغض النظر عن الائتلاف الحاكم أو المعارضة الأكثر تشددا، لن يقبل بمثل هذه الشروط الأمريكية. الشعب الإيراني سيزداد وحدة، عكس ما يتوقعه الأمريكان وغيرهم أن هناك قوى ستنتج وتعارض النظام. أنا باعتقادي أنه القوى التي ستعارض النظام من وجهة نظر أمريكية هي قوى هامشية لا تستطيع تغيير النظام ولا تستطيع تغيير الموقف الإيراني. الموقف الإيراني سيكون أكثر تشددا. إيران اليوم أكثر قدرة عسكرية ومادية مما كانت عليه عام 2015 عندما وقعت هذا الاتفاق، وبالتالي يحلم البعض بأن إيران ستنفجر من الداخل، ولكن من يفكر بالأمر جليا يعرف أن الأمور ذاهبة من الحصار الاقتصادي والتجويع إلى الحرب الساخنة،
وهذه الحرب الساخنة لن تكون على الأراضي الإيرانية بل على الأراضي الخليجية العربية، هناك ستكون المصيبة الكبرى. نعم، ابقى معي سيد أليف، والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الملف الثاني. قالت وزارة الخارجية السورية إن إبقاء أو انسحاب أي من القوات الحليفة للحكومة السورية هو أمر يخص دمشق وحدها، مشيرة إلى أن ذلك غير مطروح للنقاش. يأتي ذلك في أعقاب أخبار عن خلافات روسية إيرانية بشأن تواجد قوات البلدين في سوريا. الحكومة السورية تخرج أخيرا عن صمتها حيال ما اعتبره البعض خلافا روسيا إيرانيا، على خلفية تصريحات موسكو بشأن مغادرة جميع القوى الأجنبية المسلحة للأراضي السورية. نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أعلن اليوم أن انسحاب أو بقاء القوات الحليفة داخل الأراضي السورية هو شأن يخص الحكومة السورية وحدها، وأن هذا الأمر غير مطروح للنقاش، في إشارة لقوات إيران وحزب الله. ميدانيا بدأت الحياة تعود تدريجيا بمخيم اليرموك والحجر الأسود بعد سيطرة الجيش السوري على كامل دمشق ومحيطها للمرة الأولى منذ العام 2012، معلنا إياها مناطق آمنة إثر طرده عناصر تنظيم داعش. والله شفت علم، قلت له شو علم سو؟ قلت له علم السور، قلت له مو معه بكي الدواعش رافعينهم بدهم يخدعونا. ضلينا الصبح هيك نطلع كل شيء، نطلع هلا بيقربوا، نسمع اصوات ضزه بالحاره بس ما عرفنا شو القصه. وين بالاخير لقربوا على حارتنا. لما قربوا على حارتنا طلعت اختي من الباب قالت لحنا مدنيه. يا دغري الجيش عاد والله فات وطلعنا. وكان الجيش السوري اعلن الاثنين الماضي عن القضاء على اعداد كبيره من مسلحي داعش بعد شهر من المعارك، لتصبح دمشق والبلدات المحيطة بها تحت سيطرة الجيش. إعلان جاء بعد ساعات من خروج آخر مقاتلي التنظيم من الأحياء الجنوبية بموجب اتفاق إجلاء برعاية روسية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، دون تأكيد من الإعلام السوري الرسمي. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو، أبدأ معك دكتور إلداد. بالنسبة للموقف الإيراني، وكان رد إيراني واضح على تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بالنسبة للانسحاب، هل يدور الحديث في إيران على هذا بهذا الأمر، انسحاب أو البقاء في الميدان السوري؟ هذا كل الموضوع السوري ليس مهما بالنسبة للشعب الإيراني. الشعب الإيراني يريد التوصل بأسرع وقت ممكن إلى صفقة جديدة، وهذا ما أكده أيضا الزعيم ولي أمر المسلمين في العالم وهو علي خامنائي، الذي قال أنه يجب الوضع إلى صفقة جديدة لأن الصفقة السابقة قد مات. وقال أحد أعوانه من عائلة لاريجاني، قال أن هذه الصفقة النووية أصبحت جثة هامدة والأوروبيون يأكلون لحم الأموات، فيجب التوصل إلى صفقة جديدة مع معايير جديدة، مع ضمانات جديدة، ومع التزامات إيرانية جديدة. فسوريا هي جزء من هذه الالتزامات الجديدة الذي ينتظر من إيران أن تأخذها على عاتقها. نعم سيد أليف، كيف تقرأ رد دمشق وهو جاء بعد أيام من حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا من رد إيران، ودمشق تقول بشكل واضح بأن هذا الأمر يخص دمشق وحدها وبأن هذا غير مطروح للنقاش، قضية انسحاب أطراف أو جهات حليفة من الميدان السوري؟ أولا يعني يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت، أو بنيامين نتنياهو نجح في إنتاج موقف روسي كانت تحلم به إسرائيل منذ فترة طويلة، وهو الموقف الذي يقول على القوات الإيرانية أن تخرج في حال تقدم الحل السياسي. يجب أن نذكر هذا الأمر، عند تقدم الحل السياسي ستخرج القوات الإيرانية، وهذا كان حديث مع الرئيس السوري بشار الأسد. الأمر الآخر وهو الموقف السوري، الموقف السوري موقف ذكي باعتقادي، ويمكن معالجة النص أو فهم النص بأكثر من اتجاه. عندما يقول هذا أمر شأن خاص سوري، هو عمليا يقول القانون الدولي، أنا نحن ملتزمون بالقانون الدولي، ووفقا للقانون الدولي نحن الذين دعونا القوات
الإيرانية أو المستشارين الإيرانيين، ونحن الذين نقرر هذا موقف سيادي، هذا حقنا السيادي. الأمر الآخر الذي يمكن أن يفهم منه أنه ربما يكون مطروحا ولكن ضمن الأمر السيادي، يعني ربما تطرح الأمور بين سوريا وإيران، يطرح هذا الأمر ضمن القانون السيادي، ضمن الموقف السيادي السوري. الموقف السوري لم يقل أننا لن نسمح للقوات الإيرانية أو لن نخرج القوات الإيرانية أو لن نطلب من القوات الإيرانية، قال إنه هذا أمر سيادي، هذا أمر سوري داخلي، لا نسمح لأحد بالتدخل فيه. وبالتالي أنا باعتقادي إنه الأمر مطروح أو سيطرح في حال حصل هناك تقدم سياسي وخرجت القوات الأمريكية والفرنسية وغيرهما من سوريا، وسيكون في نهاية الأمر القوات الإيرانية العسكرية أو المستشارين العسكريين الإيرانيين ربما تطلب منهم سوريا الخروج من هناك. ولكن خروج القوات الإيرانية أو المستشارين العسكريين الإيرانيين ومن معهم من سوريا، هذا لا يعني أن العلاقات السورية الإيرانية قطعت أو أنها توترت، بالعكس تماما، العلاقات الاقتصادية ستبقى، العلاقات العلمية ستبقى، التعاون التكنولوجي والعلمي والسياسي سيبقى موجودا. وبالتالي أنا باعتقادي أن العلاقات الإيرانية السورية هي استراتيجية بكل معنى الكلمة، حتى بدون وجود مستشارين عسكريين إيرانيين ولا حتى نعم. وجود قوات من حزب الله في سوريا. نعيبكم يا سيد أليف. دكتور إلداد، كما ذكر هنا أيضا، ربما أطراف عديدة تقول بأنه بداية أو بوادر خلافات بين روسيا وإيران بقضية الانسحاب، هل توافق هذا الإدعاء؟ نعم، من ناحية حضارية يمكن القول، ومن الواضح أن النظام السوري والشعب السوري أيضا أقرب بكثير إلى روسيا من حيث العقلية العلمانية، من حيث الانتماء إلى القومية، إلى الوطنية السورية، إلى القومية العربية. سوريا ما زالت متشبثة بفكرة الأمة العربية، الوحدة العربية. هي لن تقبل بنظام ديني، لن تقبل بهيمنة فارسية، لن تقبل بأي هيمنة لدولة أخرى. روسيا هي دولة كبرى، دولة عظمى، فكل دولة متوسطة أو صغيرة لها علاقات خاصة مع دولة عظمى معينة، فروسيا هي بطبيعة الحال الدولة العظمى التي يفضل السوريون القيام بعلاقة معها. فهناك يمكن القول نوع من التوتر في هذا المثلث، طهران دمشق موسكو، هناك اقتراب روسي سوري وابتعاد إيراني في هذا المثلث. علينا أن نذكر أن المصالح الإيرانية في سوريا هي متشعبة، كما رأينا في لبنان الإيرانيون، كما حزب الله كان آخر واحد ولم يكن طرف في لبنان الذي نزع أسلحته، غيره من الميليشيات قامت بذلك، ولكن حزب الله. ثم هناك الأجندة الإيرانية، تغيير التركيبة السكانية في سوريا على المحور المؤدي من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط. هناك رغبة في قواعد عسكرية، هناك رغبة في وضع نصب جيش إيراني شيعي على الحدود الإسرائيلية. عندك جدول عمل بانهيار النظام الأردني، عندهم صفقات كثيرة، إذا هي في العقارات، إذا هي في التليفونات الجوالة، إذا هي في المعادن والفوسفات، إذا هي هناك الكثير. الأسلوب الإيراني هو تخريب دولة عربية ثم إعادة إعمارها وأخذ كل الصفقات إليها. فالآن بعد تبذير المليارات من الدولارات، هي تريد أن تجني أرباحها الاستراتيجية والاقتصادية. فهذا الأمر كما تفضل الزبيل ليس لا يتعلق بالجنود الإيرانيين إلى ما هو النفوذ الإيراني، ولكن حسب رأيي، حسب تحليلي، وعلينا ننتظر،
سوريا وروسيا لا ترغبان في ذلك. نعم سيد أليف، قبل قليل قلت ربما الموقف الروسي الجديد قد يعتبر ليس إنجاز لكن إقناع من قبل نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هناك من يقول ربما لا علاقة لنتنياهو بهذا الشأن بالنسبة للتصريح الروسي. الجميع يعرف بأن بوتين يرغب بحل سياسي في الميدان السوري، وهو يرى الإنجازات للجيش السوري، وكان يعي منذ البداية بأن إيران هي التي تحرك الأمور على الأرض مع الجيش السوري في هذه المعارك، وروسيا من الجو من خلال الطائرات الروسية. وبالنسبة لبوتين اليوم أصبح الميدان السوري أقرب إلى حل سياسي بعد الإنجازات للجيش السوري، ولا حاجة لإيران على الأرض. لا، هذه عملية بروسيس، هذه عملية ستأخذ وقتا، لن تخرج القوات الإيرانية قبل انتهاء الحرب على سوريا واستتباب الأمن بشكل عام واستقرار سياسي. هذا باعتقادي يفهمه الروس جيدا، ولكن الروس يريدون ذلك بالتدريج ويريدون موافقة إيرانية على أن يكون ذلك بالتدريج. الإيرانيون لا يرون ذلك في الوقت الحاضر يعني ممكنا، ولا يرون ضرورة للتحدث عن ذلك في الوقت الحاضر. بدون شك أن إيران لها مصلحة اقتصادية على الأقل في الوصول إلى البحر المتوسط. يعني هذا الوصول إلى البحر المتوسط هو يمكن أن نسميه طريق الحرير الإيراني. كل دولة تسعى أن يكون لها طريق تجاري الأقرب إلى السوق، وإذا ما أرادت إيران تصدير النفط والغاز إلى أوروبا يمكن أن تفعل ذلك من خلال سوريا والبحر المتوسط، وإذا أرادت تصدير البضاعة إلى أوروبا أو استيراد بضاعة من أوروبا يمكن أن تفعل ذلك من خلال البحر المتوسط والشاطئ السوري. ولكن القضية ليست اقتصادية فقط، أنا باعتقادي أنه يتشكل في الشمال في 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 الهلال الخصيب دعني أقول محور تحالف سميه بين إيران والعراق وسوريا وحتى لبنان. هذا المحور هو محور اقتصادي، هو محور استراتيجي إلى حد ما، هو بالتحالف مع روسيا مقابل محور البحر الأحمر اللي هو محور خليجي مصري إسرائيلي، وهذان المحوران سيكونان الأول سيسيطر على الطريق التجارية التي تسمى ما بين المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، والآخر سيصنع له طريقا تجارية أخرى هي كما سميتها طريق الحرير الإيراني. ولكن دعني أقول جملة، لم يبقى للوقت سيد أليف أعتذر، جملة واحدة فقط. إلغاء الاتفاق النووي مع إيران ربما يحول إيران إلى طرف في دول. نعم سيد أليف صباح خبير الشؤون الخاصة، شكرا جزيلا لك، لم يبقى للوقت. إلداد باردو شكرا جزيلا لك، فاصل ونواصل.